السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مليان افكار كتير جدا هتعجبكم. صلوا كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وبعدين تقولوا لي بتشاهدوني من اي بلد. تعالوا بقى نشوف اول فكرة معانا ايه هي، تابعوا الفيديو للاخر بجد هتستفادوا. تعالوا بقى النهاردة هعمل لكم تركيبة كده كل مكوناتها موجودة عندك في البيت، هتقضي لك بقى على اي اتساخات او اي دهون او اي صدأ بجد، يعني لجميع الاستخدامات. الازازة دي على طول بعملها ومستحيل تخلص عندي من البيت، وكل ما بتخلص بعملها من جديد، وهنا بعملها النهاردة قلت اشاركها معاكم، وكمان عشان انتوا تستفادوا معايا. هتنسيكي اي منظفات هتشتريها من بره لجميع الاستخدامات، بجد تحفه جدا. وانا هوريكي طبعا دلوقتي وعملي قدام عينيكي ومكونات موجوده عندك كلها في البيت. صلي كده على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالوا نشوف المكونات بتاعتنا عباره عن ايه. هنجيب كده حوالي ربع كوبايه من صابون المواعين، اي صابون مواعين موجود عندك، وكمان معلقه كبيره من المعجون بتاع الاسنان، معلقه تكون كبيره كده مليانه من معجون الاسنان. وهتجيبي بقى اي كيس عندك من البيكنج باودر اللي هو خميره الحلويات، ما عندكيش ممكن تستبدليه بمعلقه كبيره من كربونات الصوديوم، وتقلبي كده المكونات دي مع بعض بالشكل ده. زي ما انتم شايفين طبعا عملت فوم بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وتفاعل بالظبط كده، ده اللي احنا محتاجينه. وهنجيب حوالي كمان نص كده كوبايه من الخل، الخل الابيض بتاعنا العادي خالص بتاع المطبخ بتاعنا. وهنقلب كده المكونات دي كده كلها مع بعضها. طبعا المفروض ان انا اسيبها شوية تهدى وبعد كده اعبيها في الازازة، فانا استعجلت عليها وبدأت ان انا اجيب قمع من الورق الالمونيا وبدأت ان انا احطها، بس طبعا ما نفعتش معايا، فاستنيت كده شوية لحد ما هديت وبدأت ان انا انزلها كلها في الازازة. زي ما انت شايفة طبعا ما نفعتش معايا، لان كمان الازازة الفتحة بتاعتها ضيقة وصغيرة، فاستنيت كده لحد ما هديت شويه وحطيتها في بالقمع البلاستيك بتاعي العادي خالص. وكمان حطيت عليها حوالي نص كوبايه كده من الميه، الكوبايه العاديه بتاعت الشاي اللي احنا بنشرب فيها شاي دي. وبتقلبي كده المكونات كلها مع بعضها، وتعالي بقى اوريكي بجد خلطه كباره حلوه جدا جدا، هتبقى ايدك ورجلك كده في المطبخ، مش هتضطري ان انت تجيبي اي منظفات من بره. زي ما انت شايفه طبعا الحله، اي دهون بقى او حروق موجوده في الحله بتاعتك في الطاسه بتاعتك بتطلع معاكي بكل سهوله. اللي في ايدي دي اسبونشا، بدات ان انا احط شويه صغيرين، وطبعا ما شطفتهاش ولا قفلت الكاميرا. زي ما انت شايفه بجد نتيجه تحفه جدا. تعالي بقى كده في المطبخ كله، على السيراميك، على البوتاجاز بتاعك، على الفرن، على العيون بتاعت البوتاجاز، كل الكلام ده بينضف معاكي بكل سهوله، وكل الدهون وكل الاتساخات بتطلع معاكي بكل سهوله. زي ما انت شايفه كده، طبعا ده الفرن بتاعي، فحاولت ان انا انضفه كده كذا مره، ما عرفتش انضفه من غير الخلطه دي. اي بقى بواقي كده دهون او صدى او اتساخات، اي دهون موجوده عندك بتطلع معاكي بكل سهوله، اي حروق موجوده عندك بتطلع معاكي بكل سهوله بالازازه دي. انت بس بتحطي شويه صغيرين جدا على الاسبونشه وبتبداي تنضفي بيها اي حاجه عندك. ممكن كمان تنضفي بيها الشفاط، السيراميك اللي بيكون جنب الشفاط، ممكن كمان تنضفي بيها الشباك بتاع المطبخ، كل الكلام ده بينضف معاكي بكل سهوله وبكل بساطه، واي دهون او اتساخات او حروق بتطلع معاكي هوا. تعالي كمان عند المطبخ والدهون اللي بتبقى متراكمه على الخشب بتاع المطبخ، هي كمان بتطلع معاكي بكل سهوله. زي ما انت شايفه كده، يا دوبك انت بس بتحطي شويه صغيرين جدا على الاسبونشه، وفي ثانيه كل حاجه بتبقى معاكي بتبرق وزي الفل. خليها معاكي الازازه دي واعمليها على طول عندك في بيتك، مش هتخسري اي حاجه، مكوناتها بسيطه جدا ومتاح اي حد ممكن تبقى موجود عنده المكونات دي في المطبخ. زي ما انت شايفه بجد ما بقدرش استغنى عنها، جربي الفكره دي والطريقه دي بجد تحفه جدا، ومستحيل هتستغني عنها تاني. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده ايه هي. زي ما انتم شايفين اللي معايا دي العلبه بتاعت خله الاسنان اللي بتبقى موجوده عندنا. طبعا لما تخلص خله الاسنان دي اوعي ترميها بقى، تعالي اقول لك ممكن ان انت تعملي بيها ايه وتستغليها في ايه. زي ما انت شايفه كده، طبعا خله الاسنان بتبقى من فوق كده ليها خرام عامله زي الملاحه بالظبط، بتستخدميها بقى كملاحه بالشكل ده، ممكن تحطي فيها بهارات او توابل كتير وتبداي ان انت تستخدميها برده لو حابه ان انت تحطي بقى في الطبيخ كده على طول، او في الاكل اللي انت بتعمليه منها، بتبقى حلوه جدا وعمليه وبسيطه جدا. زي ما انت شايفه كده، وبحاجه كنت انت هترميها استغليها عندك في البيت، بتبقى حلوه وشكلها كمان شيك جدا كانها ملحه بالظبط. تعالوا بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. هاتي كده ازازه متوسطه، قاروره الميه اللي هي المتوسطه دي، وابداي بقى قصيها من تحت بالشكل ده. هنعمل النهارده مع بعض فكره بجد حلوه جدا هتريحك كتير في المطبخ.
هنبدأ ان احنا نقص الجزء اللي تحت بس، ده احنا اللي محتاجينه، الباقي الازازة مش محتاجينها. بالظبط كده، هنقص بقى الجزء اللي تحت ده، وهنيجي كده من عند الجنب بتاع الازازة من تحت، ونعمل زي 8 كده بالظبط كده، او 7 بالمقص بالشكل ده، وهنبتدي ان احنا نشيلها. وهتيجي بقى عند الناحية التانية بالظبط، وهتعملي نفس القصة، بس اهم حاجة تكون مقابلة ليها، يعني نفس المكان بالظبط بس الناحية التانية. هنقصها برضو من الناحية دي ومن الناحية دي، ده بيكون شكلها في الاخر. هنبتدي بس ان احنا نقصر جهة من الجهتين دول. قصرت كده الجهة دي شوية بالشكل ده، وبكده بقت جاهزة معايا زي ما انت شايفة، شكلها بالشكل ده كده بالظبط. تعالي اقولك بقى هنستخدمها في ايه. دي هتبقى بقى حلوة جدا جدا عندك في المطبخ. طبعا كلنا لما بنيجي نعمل اكل وكده بيبقى الغطيان بتاعة الاكل بتاعتنا مليانة مية زي ما انت شايفة كده، فبتبقى ما ينفعش ان انت تحطيها على الرخامة كده او في اي حتة، فدي بتبقى حل منجز جدا ليكي. هتحطي عليها الغطا بالشكل ده، وكمان اي بقى مية او اي حاجة موجودة عندك على الغطا بتنزل فيها في المكان اللي انت شايفاه ده من تحت، فبالطريقة دي مش هتبهدلي اي حاجة حوالين منك في المطبخ وانت واقفة بتطبخي. جربيها. تعالوا بقى مع بعض نشوف الفكرة اللي بعد كده. هاتي بقى اي شوكة عندك قديمة تكون عندك في المطبخ مش محتاجاها، وتعالي هنعمل بيها فكرة بجد حلوة قوي. هتجيبي كده قصافة او بنسة، وهتبدأي ان انت تتني الشوكة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي الاول واحدة اتنت معايا شوية، فبدأت ان انا اعدلها بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نتنيها بالبنسة او بالقصافة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنيجي كده من تحت من الشوكة من تحت، وهنبتدي ان احنا برضو نتنيها زي التانية اللي انتوا شايفينها دي كده بالظبط. بالظبط كده، سهلة جدا وبسيطة يعني الطريقة، ممكن اي حد يعرف يعملها بكل بساطة. بكده بقت جاهزة معانا. تعالوا بقى نشوف هنستخدمها في ايه او هنعمل بيها ايه. بقت جاهزة معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنستخدمها في ايه. هتيجي كده عند الدولاب بتاعك، وتبدأي ان انت تعلقيها بالشكل ده كده على الخشبة بتاعت الدولاب، ودي بقى هتبقى علاقة حلوة جدا لجميع الشنط اللي موجودة عندك. بتاخد بقى شنطة واتنين وتلاتة عادي خالص، ما يعني ما بتقعش ولا بيجرالها اي حاجة. جربي الفكرة دي، منظم هايل جدا هيعجبك. تعالوا مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. زي ما انتوا شايفين اللي معايا دي القطع البلاستيك اللي بتكون في العلب الكرتون، هنبتدي ان احنا نحط عليها شمع بالشكل ده، وهنحطها بقى جنب الخلاط كده بتاع المطبخ، الحنفية بتاعة المطبخ، ودي بقى هتكون حاجة حلوة جدا للسبونشة بتاعتك علشان تصفي السبونشة فيها. جربيها، فكرة بجد هتعجبك. تعالوا بقى مع بعض على الفكرة اللي بعد كده. هنجيب كده المناديل بتاعتنا وكمان معلقة، وهنحل كده مشكلة كلنا بنتعرض ليها بكل سهولة وبكل بساطة. هتبدأ ان انت تجيبي المعلقة وتحطيها جوه بكرة المناديل بالشكل ده كده، وده بقى هيكون حامل للموبايل. عملتي حامل للموبايل في المطبخ كده بكل سهولة زي ما انت شايفة كده، مش هتحتاجي ان انت تشتري حامل من بره، موجود عندك في البيت بكل بساطة وبكل سهولة قدرتي ان انت تعمليه. وكمان ممكن تستخدميه لو انت حابة تصوري اي حاجة، بيكون حلو جدا، جربيها. تعالوا مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. اوقات كتير جدا لما بنيجي نجيب بناطيل بيكون مثلا الحزام عندنا صغر، او لو احنا مش لاقيين الحزام مثلا وعايزين نستخدم حزام صغير، تعالي بقى اقولك تحلي المشكلة دي ازاي بكل سهولة. او مثلا تخنتي شوية او تخنتي شوية زي ما انت شايفة كده، الحزام طبعا بالطريقة دي ما بيتقفلش. تعالي اقولك ازاي بقى تخلي الحزام ده كبير جدا وتقدري ان انت تستخدميه بكل بساطة. هتجيبي الحزام بتاعك وتبدأي ان انت تقلبيه على ظهره بالشكل ده، وتدخليه كده جوه البنطلون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فاول بس ايه عروتين من البنطلون من الناحيه دي ومن الناحيه دي بالشكل ده كده، هندخله بس في اول فتحتين من البنطلون بالظبط كده، اول عروتين من الناحيه دي ومن الناحيه التانيه. بقى معايا كده جاهز زي ما انت شايفه كده، الفكره طبعا واضحه جدا جدا. هتبدأ ان انت تلفي كده الحزام وتدخليه تاني في العروتين اللي انت دخلتيهم فيه بالشكل ده. طبعا هتبقى عروة واحدة لان العروة التانية بتبقى ماسكة في طرف الحزام. دخلناه بالعكس بالشكل ده طبعا بالعدل، وبكده حليتي المشكلة دي بكل سهولة
زي ما انت شايفة كده الحزام طبعا مهما كان صغير هتقدري ان انت تستخدميه وهيكبر جدا معاكي زي ما انت شايفة كده، لان طبعا انت مش مدخلة الحزام في العروة اللي بتبقى في البنطلون من ورا، انت مدخلهم بس في اول عروتين من قدام، بكده طول جدا معاكي وبتقدري تستخدميه بكل سهولة. جربي الفكرة بجد حلوة جدا وهتساعدك لو انت تعرضتي للمشكلة دي، زي ما انت شايفة مفيش ابسط ولا اسهل من كده. جربيها بجد حلوة جدا وهتعجبك.